تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، فترأس أمس اجتماع مجلس الوزراء، حيث أكد جلالته على ضرورة الإسراع في خطط التنويع الاقتصادي، معربا عن تقديره لمشاعر المواطنين والمقيمين الصادقة. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يشيد بالدور الذي تقوم به السلطنة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه في مختلف القضايا وبالأخص الملف النووي الإيراني. مصادر محلية تقول إن مسلحي الحوثي دخلوا مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة وسيطروا عليها دون أي رد أو مقاومة من قبل قوات الأمن والجيش فيها. الرئيس الإيراني حسن روحاني يؤكد أن بلاده لن توقع أي اتفاق نووي ما لم يتم إلغاء كل الحظر المفروض عليها، مضيفا أن إيران هي من استطاعت الانتصار في التمسك بحقها في نشاطها النووي السلمي. فرق العروبة وصور والنصر والسيب تتأهل إلى نصف نهائي مسابقة كأس جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم لكرة القدم. يذكر بأن مباريات المربع الذهبي ستقام بتاريخ 20 و25 من الشهر الجاري.